وصل لاعبو منتخب مصر إلى الدولة للانضمام إلى بعثة نادي الأهلي، ويتعلق الأمل بكل من محمد الشناوي، أيمن أشرف، حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد شريف ومحمد عبد المنعم، الذين وصلوا قبل قليل إلى مطار دبي الدولي، وهم في طريقهم الآن إلى أبو ظبي للانضمام إلى بعثة الأهلي قبل مواجهة ثلاثاء أمام بالميراس.